بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، النهاردة هنتكلم عن دواء جديد هو أموفاج. أموفاج هو دواء يحتوي على مادة ميتوفورمين، يستخدم لعلاج ارتفاع مستويات السكر في الدم الناتج عن مرض السكري او السكر من النوع الثاني. مع هذا النوع من المرض السكر او المرض السكري، لا يتمكن الانسولين الذي ينتجه البنكرياس من ادخال السكر لخلايا الجسم، فلا يستطيع العمل بشكل صحيح. ويساعد استخدام أموفاج مع نوع من الأدوية المضادة لمرض السكر عن طريق الفم، يسمى سيلفونيل يوريا أو أنسولين، على خفض نسبة السكر في الدم عندما يكون مرتفع للغاية. يساعد على استعادة طريقة استخدام الطعام لتوليد الطاقة. يمكن للعديد من الأشخاص السيطرة على مرض السكر من النوع الثاني باتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة. سيكون اتباع نظام غذائي مخطط خصيصا وممارسة الرياضة أمر مهم عند الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني حتى عند تناول الأدوية. لكي تعمل بشكل صحيح، يجب موازنة كمية أموفاج التي تتناولها مع كمية ونوع الطعام الذي تتناوله ومقدار التمارين الرياضية التي تمارسها. إذا قمت بتغيير نظامك الغذائي أو تمارينك الرياضية، فستحتاج إلى اختبار نسبة السكر في الدم لمعرفة ما إذا كانت منخفضة جدا، وسيعلمك طبيبك ماذا تفعل إذا حدث هذا. ولا يساعد أموفاج المرضى الذين يعانون من مرض السكري المعتمد على الأنسولين أو النوع الأول، لأنهم لا يستطيعون إنتاج الأنسولين من غدة البنكرياس. من الأفضل التحكم في جلوكوز الدم لديهم عن طريق حقن الأنسولين. النقطة اللي هنتكلم فيها بعد كده هي دواعي استعمال أموفاج. يستخدم دواء أموفاج في الحالات الآتية: أول حالة، داء السكري من النوع الثاني. علاج داء السكري من النوع الثاني عندما لا يمكن السيطرة على ارتفاع السكر في الدم من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية فقط ملحوظة. إذا لم يتم منع استخدامه وإذا تم تحمله، فإن الميتوفورمين هو العامل الدوائي الأولي المفضل لإدارة مرض السكري من النوع الثاني ومنع الدخول في داء السكري من النوع الثاني وسكر الحمل. كل هذه دواعي للاستعمال أموفاج. أيضا سكر الحمل الذي تصاب به بعض السيدات، ومتلازمة تكيس المبايض BCOS، قلة الطمس، ويسبب متلازمة تكيس المبايض ومتلازمة مبيض المتعدد الكيسات، متلازمة فرط تنبيه المبيض OHSS عند النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض التي تخضع للإخصاب في المختبر IVF وحقن الحيوانات المنوية ICSI. موانع استعمال أموفاج. امتى نقول ما نستعملش أموفاج مع هذا المريض؟ اول مانع هو الحساسية لمادة الميتوفورمين. ثاني حاجة امراض الكلى الحادة. ثالث حاجة الحمض الايضي او الحمض الجيتوني السكري. واذا كنت بحاجة الى اجراء عملية جراحية او اي نوع من الاشعة السينية او الاشعة المقطعية باستخدام صبغة يتم حقنها في عروقك، قد تحتاج الى التوقف عن تناول أموفاج مؤقتا. ايضا في حالة ارتفاع مستويات الكيتون في الدم او البول، ايضا امراض القلب وفشل القلب الاحتقاني، ايضا مرض الكبد، واذا كنت تستخدم الانسولين ايضا او ادوية اخرى لمرض السكري عن طريق الفم، فيجب عليك تناول أموفاج الا
مع استشارة الطبيب، وأيضا قد تصاب بالحماض اللبني وهو تراكم خطير لحمض اللاكتيك في الدم، وقد يكون هذا أكثر احتمالا إذا كنت تعاني من حالات طبية أخرى أو عدوى شديدة أو إدمان الكحول المزمن أو إذا كان عمرك 65 عاما فأكثر. أيضا يجب عليك اتباع تعليمات طبيبك حول استخدام أموفاج إذا كنت في حالة المرأة الحامل أو أصبحت حامل بعد ذلك فعليها التوقف واستشارة الطبيب. أيضا قد يحفز الميتوفورمين الإباضة لدى المرأة في فترة ما قبل انقطاع الطمس، وقد يزيد من احتمال الحمل غير المقصود. يجب ألا يتم الرضاعة أثناء استخدام أموفاج، إذا على الأم المرضى عدم تناول أموفاج أو إذا استخدمته التوقف عن إرضاع طفلها. وأيضا لا ينبغي إعطاء الميتوفورمين لطفل يقل عمره عن 10 سنوات. وأيضا بعض أشكال الميتوفورمين غير معتمدة للاستخدام من قبل أي شخص يقل عمره عن 18 سنة. بالنسبة لجرعات أموفاج، الجرعة وطريقة الاستخدام: للبالغين الجرعة الأولية 500 إلى 1000 ملي جرام عن طريق الفم مرة واحدة في اليوم، ومعاية الجرعة زيادة بمقدار 500 ملي جرام أسبوعيا حسب التحمل. والجرعة القصوى، أقصى جرعة يمكن تناولها في اليوم، هي 2000 ملي جرام في اليوم، ويأخذ مع وجبة العشاء. بالنسبة للأطفال، الجرعة الأولية 500 ملي جرام عن طريق الفم مرة واحدة في اليوم مع وجبة العشاء، ومعايرة الجرعة زيادة بمقدار 500 ملي جرام أسبوعيا بناء على التحكم في نسبة السكر في الدم. والجرعة القصوى هي 2000 ملي جرام في اليوم. تحذير: يفضل أن يتم تحديد الجرعة من قبل الطبيب المختص. بالنسبة للأثار الجانبية لدواء أموفاج: عدم الراحة في البطن أو المعدة، وسعال أو بحة في الصوت، وقلة الشهية، إسهال وتنفس سريع، وحمى أو قشعريرة، وشعور عام بعدم الراحة، وألام أسفل الظهر أو في الجانب، وألام في العضلات أو تقلصات، وتبول مؤلم أو صعب، وإحساس بالنعاس. تأثير أموفاج على الحامل والمرضى: مثل ما قلنا سابقا، الدراسات غير كافية، لذا يجب تجنبه أثناء الحمل. وأيضا الرضاعة، يجب مراعاة الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية للطفل. وأيضا إذا كانت الأم تحتاج إليه حاجة شديدة، فيتم إيجاد بديل للبن الأم بالنسبة للطفل إذا كانت الأم في حاجة شديدة لهذا الدواء. اعتبارات الإنجاب: قد تزداد معدلات التبويض عند المرأة بتناولها لأموفاج، ويجب مناقشة وسائل منع الحمل للنساء اللواتي لا يرغبن في الحمل. وسائل المتابعة اللازمة، يعني النقطة اللي اتكلمنا عليها في الآخر، هي ان لما الست بتتناول أموفاج بيبقى احتمالية حدوث الحمل أكبر، احتمالية حدوث تبويض أكبر. هو تأثير ده من ضمن التأثيرات لأموفاج. فلو هي مش راغبة، عندهاش رغبة في الحمل، فممكن يحدث حمل، يبقى احتمالية حدوث الحمل تكون أكبر مع تناول أموفاج. طيب إيه وسائل المتابعة اللازمة عشان خاطر واحنا بنتناول أموفاج إيه الوسائل المناسبة للمتابعة؟ سكر وكيتونات في البول، وجلوكوز الدم الصائم، والسكر التراكمي، هيموجلوبين مرتين سنويا على الأقل في المرضى الذين لديهم تحكم مستقر في نسبة السكر في الدم ويحققون أهداف العلاج. أيضا المراقبة الأولية للبارامترات الدموية على سبيل المثال الهيموجلوبين والهيماتوكريت ومؤشرات خلايا الدم الحمراء ووظائف الكلى وحمض الفوليك. بالنسبة للتدخلات الدوائية المحتملة لأموفاج: لا ننصح باستخدام أموفاج مع بعض الأدوية مثل حمض الأسيتربيزويك وديتا ريزوات والزيت المسيود وحمض أيوبنزاميك ويوبيتر بيدول وحمض أيوكارميك وحمض الايوسيتاميك واليوداميد ويودي باميد ويودي بكسانول وحمض اليودو هايبوريك
ويودو بيراسيت وحمد اليودو ساميك وحمد أيولو جيك وحمد أيولو جيكا ميك وحمد وأيضا يو هاكسول وأومي بول ويوبا ميدول وحمد أيوبان ويك ويوبينتول ويوفنديلات ويوبروميد وحمد الأيوبرونيك وحمد الأيوسريك ويسميد ويوسا لامات ويوترولان وحمد الأيوترو كسيك وأيوسا جليت وحمد الحمد أيو كسيتي لاميك وإيبودات وميترا يزاميد وحمد متري زويك وتري با نوت الصوديوم. كل هذه أدوية يمكن أن يحدث تفاعل بينها وبين أموفاج. بدال أموفاج يوجد بدال أموفاج مثل جلوكوفاج وجانوميت وكومبي سلايس ومي ميلتوفيكس وجالافاس وجليبتاس. يوجد بعض الأسئلة يمكن الإجابة عليها مثل ما هي مدة بقاء أموفاج او الميتوفورمين في الجسم. أموفاج سيكون في الجسم لمدة 96 ساعة و8 من عشر اي ما يقرب من 4 ايام. كيف يعمل أموفاج؟ يمكن استخدام الأموفاج لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، وهو يزيد من قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز عن طريق تحسين حساسية الانسولين ويقلل من كمية الجلوكوز. عفوا هي كمية الجلوكوز الذي ينتجها الكبد، ويقلل من امتصاص الجلوكوز في الأمعاء. وينتمي الميتوفورمين إلى فئة العقاقير المعروفة باسم البايجونيدات. لماذا يؤخذ الأموفاج مساء؟ لماذا عندما نقول الجرعة كل أنه يتناوله مع وجبة العشاء؟ الإجابة أنه قد يؤدي تناول الأموفاج في وقت النوم بدلا من وقت العشاء إلى تحسين السيطرة على مرض السكر عن طريق تقليل ارتفاع السكر في الدم في الصباح. بالنسبة إلى أموفاج فيوجد أيضا أموفاج أقراص لعلاج مرض السكري، وهو ينتمي إلى مجموعة البيجوانيد التي تستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني كما قلنا سابقا، حيث يعمل الدواء على تحسين حساسية الجسم في إفراز الأنسولين. يبقى دي الوظيفة الأساسية للأموفاج، ان هو بيعمل على تحسين حساسية الخلايا لاستقبال الانسولين الذي يعمل بدور على تحسين نسبة السكر والجلوكوز في الدم. بعد كده ايه هي دواء الاستعمال؟ قلنا يتم استعماله عند الحاجة للتخلص من نسبة الجلوكوز الزائدة في الدم، وهو يعالج مرض السكر من النوع الثاني الذي لا يستجيب للأنسولين، كما أنه يساعد في الحفاظ على المعدل الطبيعي للسكر في الدم، وأيضا يستخدم في تقليل امتصاص السكريات بالجسم ويقلل من إنتاج الكبد للسكر، وأيضا يحفز الأنسولين الطبيعي بالجسم، بالإضافة لأنه يسيطر على أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم مثل تلف الكبد والفشل الكلوي وفقدان البصر والضعف الجنسي وأيضا النوبات القلبية الدماغية والتهابات الأعصاب. الجرعات وطريقة استعمال أموفاج: البالغين يتم أخذ قرص 3 مرات يوميا، وهذه هي الجرعة المعتادة، ولا يفضل زيادة الجرعة عن 6 أقراص بتركيز 500 ميلي جرام، وهذا أعلى معدل، وهذه تعد أو تعتبر الجرعة زائدة. بالنسبة للمراهقين أو الأطفال في حالة رغبة في تنزيل الوزن ومرض السكر يؤخذ مرة واحدة، ويفضل قيام الطبيب المعالج بتحديد الجرعة لاختلاف كل حالة عن الأخرى، فما نعرض عليكم هو المعتاد وليس هو الأساس. الأثار الجانبية لأموفاج: يظهر على الجسم فقدان وزن ملحوظ وزيادة التنفس وميل للقي وشعور بالغثيان وشعور بألم في المعدة والجهاز الهضمي. لا يجب استعمال أموفاج عند وجود حساسية في المادة الفعالة له، وقد تظهر تلك الحساسية على شكل تورم في الوجه والقدمين أو احمرار في الجلد، كما أنه لا يستخدم في حالة الحمل لتجنب حدوث تشوهات للجنين، ولا يستخدم في حالة الرضاعة لأنه يمكن أن
يفرز في لبن الأم ويسبب مخاطر صحية شديدة على حياة الرضيع، ويمنع استخدامه أيضا في علاج النوع الأول من مرض السكري والذين قد يعالجون بالأنسولين، بالإضافة لأنه يمنع استخدامه للأطفال أقل من 18 سنة. بالنسبة لتفاعلاته مع الأدوية، يجب إخبار الطبيب في حال تناول أي نوع من الأدوية، حيث هناك بعض المواد الفعالة التي تتفاعل مع أموفاد وتسبب أثار جانبية خطيرة، حيث أنه يتفاعل مع مادة سيميتيدين فتزيد من تركيزه في الدم، وأيضا الديجوكسين وكينيدين، ويعملون على زيادة تأثيره في الدم، لذا يجب ضبط الجرعة أثناء استخدام الأسنان معا. بالإضافة إلى مدرات البول وهرمون الاستروجين ووسائل منع الحمل، يعمل على زيادة نسبة السكر في الدم، ما يعمل ذلك على تأثير عكسي لعقار أموفاد، واستخدامه مع المواد التي تحتوي على اليود يسبب حدوث فشل كلوي، وتلك المواد تستخدم في العمليات الجراحية، لذا يجب إيقاف استخدامه قبل العمليات الجراحية ب 48 ساعة على الأقل. كما أنه يتفاعل مع الأدوية المضادة للالتهابات وبعض المسكنات، لذا يفضل إخبار الطبيب عند تناوله. بالنسبة لسعر عقار أموفاج، يتوافر أموفاج في الأسواق على شكل أبواب تحتوي على 30 كرس بسعر العلبة 10.5 جنيه مصري. وفي نهاية هذا العرض لدواء أموفاج، شكرا لحضراتكم، والرجاء الاشتراك في القناة وضغط لايك إذا أعجبك الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.